جاء ركب بعد الهزيمة في أحد، أرادوا السفر فرآهم أبو سفيان، قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال أخبروا محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه أننا نعد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقضي عليهم ونستأصلهم، هزيمة ونقص عتاد وعدة. جاء الركب إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قريش والأحزاب، ماذا صنعوا؟ الذين قال لهم الناس الركب، إن الناس أي قريش والأحزاب قد جمعوا لكم جموع وجيوش، ماذا تصنع؟ أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ لا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على الفور بأن يتجهز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة ينتظر قدوم أحد، ما قدم أحد، من صرفهم؟ الله سبحانه. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا ما يمكن أن نتعلق بالحكام، نتعلق بالوزراء بالأمراء، لا تطلب الرزق إلا من الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، فقراء إلى من؟ إلى الله مو إلى المخلوقين. هذا قبل أن تأتي النعمة، تتعلق بالله لا بغيره. جاءت النعم وأنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، ماذا تصنع؟ تشكرها. كيف تشكر النعم؟ تشكر النعم بالقلب واللسان والجوارح، تشكر النعم بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله، باللسان وأما بنعمة ربك بحدث. كيف أصبحت؟ بحمد الله. من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربي. تذلل لسانك بالشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، لا تقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، أعوذ بالله، هذا شرك. بالجوارح تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم لا في كفر المنعم. وكل نعمة بحسبها، نعمة النظر تنظر فيما أحل الله سبحانه وتعالى، السمع لا تسمع إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، لا تتكلم إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، نعمة المال لا تنفق المال إلا في طاعة الله ولا تنفق في معصية الله، وإلا كانت نعمة كفرتها.